فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى سنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه عندنا التجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأول، يعني عندنا وكيلان اشتريا عقدا على 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 مبيع، فلمن تكون؟ فيهما حديثان ضعيفان، جزم ضعيفان. نعم، الأول هو حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن جندم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. وفي رواية: إذا باع المجيزان فهو للأول منهما. المجيز العبد المأذون له في التجارة، المجيز هو العبد المأذون له في التجارة. المسألة صورتها أن يكون هناك رجل له وكيلان، زيد وعمر، وكان قد كلفهما بشراء سيارة، تعاقد الأول وتعاقد الثاني عليها، فالعقد الذي يصح هو عقد الأول منهما. العقد الذي يصح هو العقد الأول منهما، كامرأة هند زوجها وليها الأول ووليها الثاني وهما في درجة واحدة. لابد أن تفهم أن المسألة على هذا الباب، وهما في درجة واحدة، فهي للأول، يعني الولاية تكون للأول، تكون زوجة، يعني زوجها الوكيل الأول لعمر وزوجها الوكيل الثاني لعمير، فالأول منهما عقده نافذ، الأسبق، لأنه جاء الثاني على محل غير قابل للعقد، انتهى، انشغلت الذمة بالعقد الأول، فيكون للأول منهما، فيكون للأول منهم. هذا مفاد الحديث، وكانت الحديث ضعيفة لكن المعنى صحيح في هذا الباب. لو وكيلان أو أوليان زوجها امرأة، أولهما زوجها العمير والثاني زوجها العبيد مثلا، فنقول العقد للأول منهما، لأن الثاني جاء على محل غير قابل للتزويج، جاء على محل غير قابل للتزويج. ثم قال أيضا: باب بيع العربان، العربون، فهذه أعتقد مثلثة. نعم، الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الصحيفة التي قلنا عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العربان. شوف، هو الحديث عن قال: حدثني هشام بن عمار، وشيخ البخاري كان كما قلت ليس على الدرجة، هو حسن الحديث. قال: حدثنا مالك، ومالك النجم، مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم، قال: بلغني، فهذا بلاغا، كان عبد البر وصل البلاغات، قال: بلاغا بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب غير معروفة، هذا ضر بالسند، وإن كان بعض العلماء أتى له بالطرق وحسن الحديث، والجماهير على تحسين الحديث، وهذه فاصلة، لأن الحكم مرتب على صحة الحديث. عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، نهى عن بيع العربان. وفي رواية أن مالك، يعني أبو محمد كاتب مالك، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال عبد الله: والعربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينار دينارين عربونا، فيقول: إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع البائع درهما أو أكثر فيقول إن خسته فإلا فالدرهم لك. إيش بيع العربون هذا؟ صورة بيع العربون: جاء زيد إلى وكالة السيارات ويريد أن يشتري سيارة، فلما يعني رأى السيارة وأعجبته وفحصها وحصل الركون وقد يعني قارب على الإجاب والقبول، فحدث الإجاب والقبول وأعطاه عربونا، يعني أعطاه مالا، قال: 10,000 هذه، وإن شاء الله الأسبوع القادم أتي أتمم الصفقة، فإن أتيت فأتممت الصفقة فالعشرة ألاف من 50,000 أو 100,000 أو من 200,000، المهم أنها من المال، فإن لم أتي فالعشرة ألاف لك. هذا هو تعامل العربون. المسألة خلافية، الجمهور المالكية والشافعية والحنفية يقولون لا يجوز هذا البيع، لا يجوز ولا ينعقد، ويحرم أكل
العربون، وقالوا هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنه معروف أنك إن أخذت من رجل مالا لابد أن يكون للمال إيش مقابل، فما المقابل لهذا؟ ما المقابل له؟ فلذلك قال الجمهور بيع العربون لا يجوز، لأنه من باب أكل الأموال الناس بالباطل. وحسنوا حديث نهى رسول الله عن بيع العربون، عن بيع العربون، عن بيع العربون، فقالوا هذا نهي عن النبي، واصل النهي التحريم، ومطلق نهي يقتضي الفساد، فالعقد فاسد إن كان فيها بيع العربون. خالف بذلك الحنابلة، وقال الحنابلة بيع العربون صحيح، ولهم أثر ونظر. من أثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اشترى أرضا أراد أن يجعلها سجنا، فقال الرجل هذا 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 عربونه، قال هذا إن جئت فأتممت الصفقة فمن ثمنها، وإلا فهو لك. قال عمر بن الخطاب الآن باع العربون، وقال من حيث الأثر يعني يمكن يقال لهم يستدل لهم من حيث النظر أنه عندما يبقيه على ذمته أسبوعا أسبوعين يلحق به الضرر، فيكفي رفع الضرر بهذا العربون. وقلت بذلك رضحا من الزمن، لأني كنت أعتقد ضعف الحديث، ولكن ملت إلى تحسين الحديث والأحكام فرع التصحيح، لا سيما أن النظر قوي لا يجوز أكل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأين المقابل يأخذ منه العربون. أما مسألة الضرر فنقول إذا اتفقنا على القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، يسأل حبس السلعة من أسبوع أو أسبوعين كم يكون الضرر الذي وقع عليه؟ هل ممكن نقول أن في كل يوم يأتيه رجل يريد يشتريها ويعطيه فيه مالا زائدا؟ هذا غير وارد، ما في أي سلعة يكون عليها الإقبال بهذه الطريقة، صحيح ولا لا؟ لا سيما السيارات، السيارات ليس عليها الإقبال بهذه الطريقة. فنقول أهل العرف يقيمون الضرر ويرفع الضرر فقط، أهل العرف يقيمون الضرر ويرفع الضرر فقط بهذا الباب، ويكون الصحيح كما قلنا هو أنه لا يجوز بيع العربون. ولذلك قال البغوي في شرح السنة هو باطل عند أكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي، وأيضا قال به أبو حنيفة، وروى عن عمر أنه أجازه كما قلنا في هذا الباب، على أساس أنه يكون رفع للضرر، وبينا مسألة رفع الضرر كيف تكون، الفوائد المستنبطة، الحكم الأسبق. شوف حتى لما جاء أبي بن كعب ووجد ولدا صغيرا وطفلا صغيرا، العلماء اختلفوا لما رده ورجع ورجعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى مكان فهو حق به، فهو الأسبق، لكن هو عارضه ما هو أصلح منه في قوله ليالي، قال أنا من أولي الأحلام والنهى، كان هذه هي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من